مساء الخير، مساء الجمال على كل مشاهدي برنامج أهلا مع شيري. وحشتوني جدا جدا من الأسبوع اللي فات لحد النهاردة. حابة في بداية الحلقة أنوه عن معرض بازار المقام في أرض المعارض بمدينة نصر. هيقام في الفترة من 11 ليوم 20 تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي. كمان أنا عايزة أدعيكم كلكم أن كلكم تروحوا، مش شرط يا جماعة أن أنتوا تروحوا تشتركوا أو تشتروا، لا، انتوا انا عايزاكم كمان ممكن تروحوا تقضوا يوم هناك ترفيهي وتقضوا اليوم دوت، بس ايه رايكم؟ انا كمان هكون معاكم هناك. اما دلوقتي هيكون معايا فقره خاصه جدا وتكمله لسلسله الحلقات اللي وعدتكم بيها عن تعليم قياده السيارات، وهيكون تحت رعايه المركز المريم لتعليم قياده السيارات. بس ايه رايكم؟ تعالوا نشوف الفيديو ونرجع تاني. صباح النور يا ام، اخبارك؟ تمام الحمد لله. عامله ايه مع المريم؟ حد يتعلم معاهم السواقه، ناس محترمه وملتزمين بمواعيدهم، وكابتن سماح ربنا يبارك لها. يعني لا، حد جميل وباله طويل وهادي ومش بيوتر اللي جنبه، يعني لا جميل. هي دي الحصه الكام؟ السبعه. خلاص انت كده قربتي طبعا. الحمد لله. انت حاسه انك محتاجه كرسي تاني مع المريم؟ لا لا، انت هتقدري تتعاملي مع عربيتك وخلاص على كده؟ ان شاء الله. طيب لو حد عندك هيتعلم السواقه هنصحه بالمريم. ليه المريم؟ ناس ملتزمه ومحترمه وبروفيشنال في شغلهم، يعني بيعرفوا كل واحد محتاج ايه يعني بيهتموا بيه، مش كله مش كرسي ثابت لكل الناس. يعني انت خايفه دلوقتي؟ لا. طب لما جيتي؟ كنت قلقانه شويه في الاول، لا بس مدام سماح التعامل معاها لا بيطمن وبتاع، يعني بتعرف تتعامل مع الشخص اللي قدامها كويس. دلوقتي الشارع من عامل الحصه كام يا تقع؟ الأولى. الأولى. طب ودلوقتي؟ لا تمام الحمد لله. لو جبنا لك عربية هتسوقي لوحدك ولا محتاجة برضه سماح جنبك؟ يعني احنا ما نقدرش نصنع مدام سماح يعني، بس لا إن شاء الله نشرفها ونسوق لوحدينا. يا حبيبة قلبي احنا دايما في خدمتكم وميرسي قوي ليكي. ربنا يخليك. ودلوقتي تعالوا نرحب بالضيوف اللي مشرفيني في الاستديو، الاستاذ احمد محمد فوزي رئيس مركز المريم لتعليم قياده السيارات. برحب بيك، ومعانا الكابتن احمد شريف. برحب بيكم استاذ محمد. عايزين كده نكمل سلسله الحلقات اللي احنا وعدنا الساده المشاهدين بيها، وعايزين اول حاجه ايه هي بعض المفاهيم الغلط اللي ممكن نقضي عليها في تعليم السواقه؟ طبعا مساء الخير على حضرتك. طبعا اهلا بيك. المفاهيم الخاطئه في السواقه كتير، بس ممكن ناخد منهم واحد او اتنين كده بالنسبه لبدايه اي حد. بدايه السواقه يعني ممكن نقول في البدايه وضعيه الجلوس نفسها، القعده بتاعه العربيه. ما ينفعش، احنا بنشوف بعض قائد المركبات يعني بيبقى قاعد وعامل الكرسي اللي هو قاعد عليه اكنه وضعيه النوم، يعني تبص تلاقيه قاعد وفارد ظهره جدا لورا، مش مهيئ لنفسه حتى انه ممكن يستخدم اي حاجه جوه العربيه. قاعد نايم ظهره مفروض جدا للخلف، لو حتى حب يدوس زرار الانتظار مش هيعرف. ده وضع خطأ جدا للسواقة. هيدخلني في مشاكل كتير بعد كده. زي ايه؟ هو عايز يعلي الكاسيت، هيضطر يعدل نفسه الاول عشان يقوم يعلي الكاسيت، يقرب من الكاسيت بالظبط. لكن الوضع ده انا شايفه انه من اخطر الاوضاع اللي بتقابلنا في حته تعليم القياده في البدايه. عود نفسك ان ظهرك يبقى قائم، زاويه قائمه، وانك تقعد مستريح وايديك طايله كل حاجه جوه العربيه، وخاصه في بدايه السواقه لسه. بالظبط كده. في حاجه تانية برضو مهمه جدا، الـ 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 الاضاءه المبهره. يعني ممكن ابقى سايق وفي طريق والطريق كله اضاءه تمام، وابص الاقي مشغل النور العالي بيعكس النور ده طبعا على اللي قدامه، وممكن يصيبه كمان بعمى مؤقت. وتحصل مشكله كبيره جدا طبعا. حاجات كتير بقى، منها برضو وضعيه المرايات مش متظبطه صح. الناس فاكره لما اظبط مرايه اليمين او مرايه الشمال على وضع يجيب لي البابين الخلفيين للعربيه تمام، الباب اللي جنبي والباب اللي ورا. لا ده غلط، انا المرايه لازم تجيب النقطه العاميه من الطريق. طب يعني ايه النقطه العاميه؟ برافو على سعادتك. النقطه العاميه من الطريق ان انا تبقى المرايه جايبه اقصى اليمين، وفي الوقت ذاته كشفه المقبض الخلفي للعربيه تمام. لان اللي جاي من ناحيه اليمين سريع مثلا او بطيء لازم انا اكون شايفه يطلع منه، سواء من ناحيه الشمال او من ناحيه اليمين. طيب بالنسبه برضو لمسكه الدركسيون، في ناس كلها بتبقى ماسكه الدركسيون يعني ايديها الاثنين كده وماسكه فيه جامد، ده صح؟ انا دايما بنصح اللي بيمسك الدركسيون بلاش تنشف ايدك قوي عليه. ما ينفعش. انت كده هتكره السواقه
وهتحس ان اعصابك ثابت عند نقطه معينه وهيشكل لك بعد كده مشكله في اتعامل مع الدركسيون عادي جدا، امسكه ماسكه عاديه جدا خفيفه مش ولازم وانت ماسك الدركسيون ما ينفعش بايد واحده بالذات على الطرق السريعه، لازم بايديك الاثنين. وفي بقى ملحوظه مهمه جدا، موضوع ان انا لما اجي مثلا بلف ملف من ناحيه الشمال او اليمين ببص الاقي الناس بتعمل وضع الاكس. فعلا غلط. فعلا. المفروض اليمين يسلم الشمال او العكس، او الشمال يسلم اليمين. تمام. طيب كابتن احمد، كنت عايز اسالك ايه هي يعني انا دلوقتي اتعرضت لموقف مثلا مفاجئ في الطريق، ازاي اقدر اسيطر عليه؟ طيب هو في البدايه ان احنا بنقابل مواقف كتير، فكره ان ممكن حد يكسر علينا او حد يرمي او علينا مثلا حد عدى فجاه قصادي مثلا، اعمل ايه فجاه؟ فاول حاجه لازم اعملها ان انا ببتدي ان انا اهدي عربيتي وابتدي اشوف، لو انا عندي حلين، لو هبتدي ان انا اروح من الجانب الاخر ان انا ابص في المرايه واروح من الجانب الاخر، او ابتدي اهدي اوقف، وطبعا مع ان انا ببص على المرايه اللي في النص عشان اشوف اللي ورايا ما يجيش يعمل لي مشكله. بس فدي المواقف كتيره بتقابلنا، برضو زي ما بقول لحضرتك ان ممكن حد يكسر عليا، دي مواقف كتيره جدا بتقابلنا، ولكن لازم يكون عندي ثبات انفعالي وهدوء اعصاب وتركيز، هو اللي بيخليني ان انا اعدي المرحله دي بهدوء و بوصل لمستوى كويس. طيب استاذ محمد، في ناس كتير في بدايه تعليم السواقه بيتحركوا من حاره لحاره، هو ده صح ولا المفروض نمشي في حاره واحده وخاصه لسه بنتعلم؟ هو التحرك من حاره لحاره ده موقف انا بتعرض ليه، فبضطر اتحرك من الحاره دي للحاره دي. على سبيل المثال انا ماشي مثلا في الحاره ناحيه الشمال وسرعتي مثلا 120 واللي قدامي سرعته 100، فانا لازم اطلع منه، فعشان اتنقل من حاره لحاره في بعض الحاجات لازم اعملها في البدايه. زي ايه؟ انا اتحرك مثلا من الشمال لليمين، اول حاجه بعملها برفع الاشاره ناحيه اليمين واعرف اللي ورايا ان انا هتحرك ناحيه اليمين. وكل ما زادت سرعه العربيه كل ما قل الميل بتاع الدركسيون نفسه او الطاره بتاعه القياده. طيب في نقطه برضه عايزه افهمها يا استاذ محمد، امتى اخد قرار ان انا احود يمين او شمال؟ يعني هل مثلا تكون في عربيه جايه ورايا ومسافه قدامي فاضيه، امشيها ازاي؟ ما انا ممكن العربيه اللي تيجي ورايا تخبطني. ما انا بقول لحضرتك في بعض العوامل لازم نراعيها قبل ما افكر ان انا اجي ناحيه اليمين من حاره لحاره. بالظبط كده. اولا بكون في عوامل كتير زي مرايه اليمين مثلا، انا اتحرك من الشمال لليمين فمرايه اليمين اول حاجه بتشتغل مع رفع الاشاره، فانا كده اديت للي ورايا وعرفته إشارة ان انا هتوجه ناحيه اليمين. امتى؟ انت في اي لحظه تكون مدرك ان انا ممكن اجي يمين في اي لحظه. خلاص. تمام. وببدا اتحرك زي ما قلنا، كل ما زادت سرعه العربيه دي مهمه جدا، الميل بتاع الدركسيون نفسه لازم يقل، ما ينفعش ان انا يكاد يكون مليمترات لا ترى. يعني لو انا على سرعه 120 مثلا وحبيت اجي من الشمال لليمين، مفيش حد بيعمل كده، لا ده ميل بسيط ناحيه حاجه بسيطه لا جدا تسكر. هتجيبني اليمين اللي انا عايزه. تمام. طب ايه رايكم تعالوا نشوف الفيديو اللي معانا دلوقتي ونرجع تاني. كابتن احمد شريف من شركه المريم لتعليم قياده السيارات، النهارده معانا استاذ محمد عمر من سوريا. استاذ محمد ازاي حضرتك؟ يا اهلا وسهلا كابتن احمد، الله يسعد مساكم يا رب. انا طبعا بحب اشكر الكابتن احمد شريف على المجهود الكبير اللي بذله معايا في التعليم وبالسواقه، بصراحه اداني ثقه كبيره بنفسي كثير، يعني خلاني اكسر حاجز الخوف اللي جواي اللي كان بصراحه مسيطر علي كثير، والحمد لله رب العالمين. يعني من ثاني درس خلاني ان انا اطلع الشارع وسوق واتمكن من نفسي، طبعا هذا شيء ممتاز، يعني بنصح كل واحد بده يجي يتعلم السواقه بمدرسه المريم يروح الكابتن احمد شريف، لانه بجد بجد يعني الله يجزيه الخير يا رب، بيتعامل مع الناس بضمير، مش انه يشتغل وبس، مش فلوس وبس شغل، لا بخليك ان انت بده يعلمك بده يكسب فيك ثواب، بيعامل المهنه تبعه بحس كبير. بحب اتشكرك كثير كابتن احمد، وانا شكرا لك كثير ان انت وصلتني للمرحله دي، شهاده احنا نعتز بها يعني. والله يا استاذ محمد، وانا بنصح كل السوريين وكل المصريين يجوا عند مدرسه مريم كابتن احمد شريف، شرف لينا كل اصدقائي يعني. السوريين والمصريين انا سعيد جدا بصراحه. ربنا يخليك يا استاذ محمد. حابين نتكلم عن فكره ان حركة صوتي في زحمه وصوت على طرق سريعه وركن، كل الكلام ده كان بالنسبه لك كنت لسه اول مره طبعاً اول ما جيت؟ اول 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 فتره طبعا صعب يعني كان بالنسبه لي، بس معك انت سهلت لي الموضوع كثير، يعني خلاني غير، يعني انا اول ما سهل طريق سريع اول مره بسوق كل شيء، يعني بقى بالنسبه لي كاطلع كوبري وامشي طريق سريع واول مره وزحمه وسيارات صعب يعني موضوع، بس
كابتن احمد بيسهل لك اي موضوع، بيخليك جريء، ربنا تاخذ جراءه زياده عن اللزوم. يعني انت بجد يعني شرف لينا، يعني ويخليك يا رب. ودي حاجه انا اعتز بيها شهاده حضرتك دي، وطبعا يعني شرف كبير لينا ان حضرتك موجود معانا، ودايما ان شاء الله بالتوفيق ومن نجاح لنجاح. وشكرا لحضرتك حبيبي كابتن احمد، شكرا لك كتير. تحب في اخر حاجه تحب تقول ايه يعني للناس اللي جايه تتعلم عندنا في مركز المريم؟ تحب تقول لهم طبعا إيه؟ بنصحهم، والله بنصحهم يعني نصيحه من اخ، انه تيجي تتعلموا بمدرسه المريم، لانه بجد استاذ محمد انا شايفه هنا وانتم بتعلموهم ان هو ماشي في نص الطريق، هو ده صح ولا المفروض ان انا امشي على الشمال او على اليمين؟ احنا في البدايه امتى نمشي ناحيه الشمال او في وسط الطريق او على يمين الطريق؟ انا لسه بدايه. في البدايه خالص احنا بنمسك الجنب اليمين. الجنب اليمين لان هو لسه ما تعلمش قوي ان هو يحتك بالعربيات، مش عايز الفت نظره في الاول يمين وشمال. انا عايز احكم الجنب اليمين الاول، وببدا بعد كده لو الطريق انا خلاص ماشي فيه على طول بمسك الطريق من ناحيه الوسط. الشمال انا بقول عشان ما اعطلش الشارع، ده لسه في بداياته، الشمال معروف انه للسريع، فما باجيش شمال في الوقت الحالي خالص في بدايه التعليم، لكن بعد كده بتطرق للموضوع ده اكيد. تمام. كابتن احمد كنت عايز اسالك، في ناس كتير عندها ايحاء انا موقفه العربيه ودايسه فرامل وبحس ان العربيه بترجع بيا ورا، ده تمام. ناتج عن ايه؟ طيب هو ده بيبقى فكره ان انا بكون سوقت كتير او سوقت عدد ساعات كتير سواقه فتره طويله، بيبقى اجهاد طبعا. لو انا سوق مثلا حد بيجي يسالني بيقول لي يا كابتن انا ممكن اكون واقف جنب عربيه مثلا، وعربيه ابتدت اللي جنبي ابتدت تتحرك، فبيحس ان العربيه بترجع. ده برضو ناتج عن الاجهاد. طب نتفادى ازاي الاحساس او الشعور بان العربيه ترجع؟ يعني المفروض مثلا لو مشيت فتره طويله اركن شويه اريح، ولا المفروض اعمل ايه؟ انا ابتدي ان انا بشوف بعد ما ابتدي ان انا اتحرك ابتدي اركن على جنب 5 دقائق 10 دقائق، بحيث ان انا بشوف بريح اعصابي ابتدي اكمل تاني السواقه. طب في ناس كتير كنت بسمعهم بيقولوا مثلا احنا ممكن نوقف العربيه ونلف مثلا حواليها شويه او نتمشى شويه على اساس نفقد الاحساس بتاعه، ممكن دي ده فعلا صح؟ تانية، ولكن احنا بنستنصح ان احنا نقول ان احنا بنركن العربيه احسن، بنبتدي نهدى ونبتدي نكمل تاني. طيب استاذ محمد ازاي نراعي المسافات بيني وبين اي عربيه في الحارات؟ السؤال ده مهم جدا على فكره. ناس كتير ما تعرفش ان في حاجه اسمها مسافه الامان. مسافة الأمان اللي بيني وبين العربية اللي قدامي لو أنا ماشي على سرعة 10 كيلومتر في الساعة، المسافة دي ما تقلش عن 4 متر. طب لو أنا ماشي على سرعة 100 كيلو، المسافة دي لازم تكون 40 متر. يعني المسافة تتحدد بالسرعة بالضبط كده. تمام. بنقول على سرعة 100 كيلومتر لازم تكون المسافة بيني وبين العربية اللي قدامي 40 متر. ليه؟ هو لو العربية اللي قدامي حصل لها خطأ أقدر أنا أتدارك الخطأ ده. هو وقف فجأة مثلا، ولد عدى الشارع، ايا كان المسمى، يعني هيديني فرصه في ال 40 متر دول ان انا ممكن اوقف العربيه، ان انا ممكن اطلع منه من ناحيه اليمين او من ناحيه الشمال. لكن لو انا المسافه دي قلت عن كده لا قدر الله بتبقى مشكله كبيره جدا وحادثه. طيب كابتن احمد في ناس كتيره برضو بتهمل الاشارات في الركنه، يعني مثلا انا هلف من الحاره دي للحاره دي بتهمل الاشارات دي، حلها ايه؟ ده موضوع غلط طبعا، ان فكره ان انا بكون بحول من حاره لحاره او مثلا داخل يمين او بلف ملف ان انا ما بنتبهش الاشاره، ده الموضوع المفروض ان انا قبل ما الف ملف او اخش الشارع لازم قبلها ب 30 متر ادي اشاره اذا كنت داخل يمين او داخل شمال. برضو في ناس ممكن تكون ماشيه في اليمين ومش داخله شارع يمين، لازم برضو اعرف اللي جاي ورايا ان انا داخل شمال بدي اشاره، او ان انا مش داخل الشارع ده فبعرف اللي جاي ورايا ان انا مش داخل الشارع ب ان انا بدي اشاره عكس الشارع اللي انا داخله عشان اعرف اللي جاي ورايا. فاهم حاجه الاشارات دي مهمه جدا، يعني نقول ان الاشارات ديت هي لغه الكلام مع العربيات في الطريق. بالزبط. في الطريق طبعا، فلازم انا اهم حاجه ان انا انتبه برضو لفكره الاشاره، وبرضو اخلي بالي عشان ممكن واحد ما يكونش هيلف ملف ما بيديش اشاره، ابتدي ان انا ابص لابعد نقطه على الطريق وابص على جسم العربيه اللي قدامي عشان ابتدي اعرف اذا كان هو في ناس زي ما قلت لحضرتك ان احنا ما بنديش اشارات، فلازم اخد بالي برضو من النقطه دي. تمام. طب معانا فيديو نطلع نتفرج عليه ونرجع تاني. النور من شركه المريم لتعليم كادت السيارات. احنا زي ما وعدناكم يا جماعه ان احنا تملي مع المريم في جديد. احنا النهارده معانا متدرب اسمه يوسف. يوسف يا جماعه انا عايز اقول اللي هو ما شاء الله تحكم السياره معاه بقى بسم الله ما شاء الله بجد بجد بجد، يقدر وشهادة اللي انا اديها له اللي هو يقدر اللي هو يستخدم سيارته ويبتدي اللي هو يسوق ويمشي مع الطرق بامانه بجد.
احنا زي ما اتفقنا في معظم البرنامج اللي احنا بنعمله الثمان حصص بيكون عندنا حصص اسمها حصص مراجعه. المراجعه دي بتبدا مثلا في الحصه الرابعه او في الحصه السابعه او في الحصه الاخيره. فطبعا انا من ضمن البرنامج مع يوسف بصراحه ما احتجناش ولا حصه واحده مراجعه لحد لدرجه اللي احنا خلصنا البرنامج بتاعنا وابتدينا معانا حصتين كمان زياده. يعني النهارده الحصه ممكن اقول السته والسبعه واخدينهم دبل عشان زي ما اتكلمنا في فيديوهات اخرى بنبتدي نطلع على طرق سريعه زي طريق المطار طريق السويس مدينه الرحاب. بناخد طريق مثلا اللي انا اقدر اديله ثقه زي ما اتكلمنا في الفيديوهات الاخرى اللي هو ما بيبقى العربيات لما بيكون سريعه ما بيكونش فيه تحكم فاصبح العربيه لما بيكون سريعه ممكن تعوم معايا او الوضع ما يبقاش كويس. بس انا معايا النهارده يوسف. يوسف بامانه يا جماعه بسم الله ما شاء الله سواقته جميله والتزام حراج واحنا عملنا برنامج مبسط عباره عن 8 حصص. هو اي نعم يوسف كان بيسوق قبل كده بس كان بيسوق سواقه عشوائي كان كل اللي حواليه كان بيبتدي اللي هو يحبطه بمعنى اللي هو مثلا في دماغه اللي هو بيسوق فطبعا كل اللي حواليه قريبين منه كانوا بيقولوا لا انت لسه معكش تحكم العربيه كويس في نفس الوقت انت لسه ما تقدرش اللي انت تفادي اخطاء الاخرين ماشي انت بتسوق في الفاضي الموضوع معاك لذيذ بس اللي انا اقدر اديك عربيه وتمشي بيها في وسط الناس فالموضوع معاك مش كويس. استاذ محمد كنت عايز اسالك ازاي انا دلوقتي هاخد يوتيرن الف ازاي؟ جميل جدا. هو في نوعين من اليوتيرن على فكره الناس ما تعرفش وعلى فكره اليوتيرن دايما شمال مفيش حد بيلف يوتيرن ناحيه اليمين ده اساسا. فالنوعين من اليوتيرن بنسميه اليوتيرن على ضيق واليوتيرن على واسع. على ضيق ان انا ببقى في الجانب الايسر من الطريق وبلف. طب الهدف من اليوتيرن اللي انا بلفه على ضيق على ضيق ده ايه؟ خلاص انا بلف شمال وباخد الطريق على طول لا انا هتجه يمين ولا انا هاجي في نص الحاره فبلف من اليوتيرن من على ضيق وبمشي في طريقي باخد الطريق بتاعي على طول واحتفظ بالسرعه بتاعتي بقى وازود براحتي لان انا ماسك الشمال. فالشمال بتوصل السرعه بتاعتي لحد 100 120 زي ما انا عايز. طيب امتى الف بقى على واسع؟ الف على واسع لو انا داخل يمين بعد ما الف او ههدي او هقف يبقى باخد اليوتيرن على ايه؟ على واسع. يبقى ده الهدف من اليوتيرن. يبقى في نوعين من اليوتيرن تمام. طيب في ناس كتير بتاخد اليوتيرن على واسع على طول حتى لو انا هلف في ناحيه الشمال. لا ده غلط. لو انا لفيت اليوتيرن على واسع انا برهق نفسي حتى في القياده. انا جيت ناحيه اليمين طب ايه اللي جابني ناحيه اليمين وانا هرجع شمال تاني؟ فلازم ابقى عارف انا هعمل ايه قبل ما الف اليوتيرن. يا يبقى على ضيق عشان هاخد طريق شمال زي ما انا يا على واسع هدخل يمين او ههدي او ايا كان بقى المسمى ان انا ايه يعني مش هتحرك بالعربيه بعد كده. طيب كابتن احمد احنا كنا عايزين نسال لو دلوقتي قابلني على سرعه مطب او حفره اعمل ايه معاه؟ طيب تمام بس قبل ما نجاوب تعال نشوف الفيديو اللي معانا ونرجع تاني. كابتن احمد نرجع لسؤالنا ازاي نتفادى اي حفره او مطب قابلنا فجاه؟ طيب احنا في البدايه طبعا لما نكون بنجري بسرعه او جايين على سرعه عاليه وشفنا مطب طبعا بضغط على دواسه الفرامل.
تمام، وبعد كده بضغط على دواسة الدبرياش. طب ليه ما دوستش دبرياش هنا الاول؟ لان لما بضغط على الدبرياش، الدبرياش هو فاصل وواصل حركه، فلما ببتدي اضغط عليه بفصل الحركه، فبيحس ان العربيه او بتجري مني اكتر لما بدوس فرامل، فما بحسش بالوقوف الصح او التهدئه اللي انا عايزها. فبضغط على الفرامل الاول، بعد كده اضغط على دواسة الدبرياش. طبعا المطبات باخدها على سرعه الثاني او الاول، وده على حسب شكل المطب. يعني لو مطبات زي الشوارع الرئيسيه باخدها على السرعه الثانيه، او مطبات في شوارع داخليه اللي هي بتبقى يعتبر رخمه شويه بناخدها على السرعه الاولى. طبعا ببتدي اهدي، بمسك فرامل وبعد كده بمسك دبرياش قبل المطب، واجيب السرعه رقم 2. ببتدي اعدي اول عجلتين من المطب، وابتدي اشيل رجلي من على الفرامل، بعد كده ارفع دبرياش تمام تدريجي، وبعد كده بعد ما العجلتين اللي ورا بيعدوا ببتدي ادوس بنزين، لان في ناس بتدوس بنزين ولسه العجلتين اللي ورا ما عدوش، فبيحس ان العربيه ما عملتش اي حاجه او ما هدتش في المطب. طيب استاذ محمد، انا عايزه افهم كابتن احمد دلوقتي بيقول السرعه الاولى والسرعه الثانيه يعني ايه؟ دي بلغتنا احنا، يعني ايه؟ انا عايزه افهمها. اللي هي الغيارات نفسها بتاعه الجير بوكس نفسه. طب يعني معنى كده ان دي خاص بالعربيه المانيوال؟ بالظبط كده، بالمانيوال. هو قصده على المانيوال. امتى بستخدم السرعه رقم واحد او الغيار رقم واحد؟ تمام، ده في الطلعه بس. او لو انا هديت ووقفت على مطب ما ينفعش اطلع على التاني، اللي هو الغيار رقم 2. لازم اجيب الغيار رقم واحد الاول وابدا اعمل الطلعه اللي احنا بنتعلمها دايما في الاساسيات، واللي بتبقى دايما في اول حصه. طيب انا عايزه اعرف، احنا دلوقتي لو عايزين نتعلم سواقه، المفروض الاول بنتعلم على مانيوال ولا على اوتوماتيك؟ السؤال ده لو كان اتسال من 5 سنين كنت ممكن اقول لحضرتك لازم المانيوال الاول. تمام، احنا شايفين الفتره اللي فاتت كل الاتجاهات حتى اللي عنده مانيوال بيغيرها وبيجيب اوتوماتيك، دي حقيقه. بقوله لا، خليك على المانيوال الاول، اتعلم سواقه صح، لان اللي بيسوق مانيوال يقدر يسوق اوتوماتيك. العكس لا، لو هو بيسوق اوتوماتيك وجيت حاططيه في موقف معين ينزل يسوق عربيه مانيوال مش هيعرف، وهيحس ان هو ما اتعلمش. يبقى الصح ان احنا نتعلم على المانيوال، بس في الوقت الحالي كله بيستسهل. طيب فتره الكورس قد ايه؟ يعني هل مثلا الفتره في التعليم المانيوال بتبقى اكتر من الاوتوماتيك؟ لا، هي الفكره ان في المانوال هي ناس كتيره قوي بتبقى جايه عندها خلفيه صعبه ان في دواسه اسمها الدبرياش، وطبعا انا حابب اشرح النقطه دي. الدبرياش هو زي ما قلت لحضرتك من شويه ان هو فاصل حركه، لما بضغط عليه بدوس على الدبرياش ده فاصل حركه، ولما برفع رجلي هو بوصل الحركه، بوصل الحركه وبفصل الحركه عن ايه؟ بوصل حركه الموتور عن صندوق تروس السرعات اللي هو الفتيس ده، زي ما قلت لحضرتك لما بضغط بفصل الحركه، ولما ببتدي ارفع ان انا بوصل الحركه، وده بستخدمه في وقت تغيير السرعات وفي وقت وقوف العربيه، مش في اي وقت زي ما الناس كتيره عندها خلفيه ان الدبرياش ده صعب. تمام، المانوال متعه اللي عايز يتعلمها صح وعايز يفهم السواقه كويس. تمام استاذ محمد، اي حد حابب يتواصل معاكم يتواصل معاكم ازاي؟ يعني فروعكم ايه على اساس اللي عايز يتعلم فعلا السواقه؟ هو احنا بداياتنا واساسنا فرع مدينه نصر في الحي الثامن، وعلى فكره علامه مميزه جدا لو سال على مدرسه الماريا اللي سوري مدرسه المنهل، واحنا جنب اولاد رجب على طول. يعني احنا عرفنا ان في فرع جديد، في فرع جديد ان شاء الله باذنك يا رب هيبقى في مدينتي، ودي مفاجاه بقى لعملاء مركز المريم ان شاء الله، لان معظم سكان مدينتي صراحه بيتصلوا بينا، واحنا قررنا بقى نجي لهم لحد عندهم. تمام استاذ محمد، احنا يعني وقتنا جري بسرعه، بس عايزين حضرتك توعدنا نعمل سلسله حملات، ونعمل كمان حلقات مختلفه، عايزين نعمل دوره تدريبيه على الهواء، لان في ناس كتير بتبقى عايزه تتعلم الجزء النظري، فاحنا عايزين نعمله لهم نوفره لهم على الهواء. اوعدكم بده، وان شاء الله من سلسله الحلقات اللي جايه ان شاء الله من الحلقه الجايه كل تفاصيل النظري والعملي كمان ان شاء الله. يعني اقدر اقول للساده المشاهدين اطمنوا من الحلقه الجايه ان شاء الله هيبقى في كورس تعليمي نظري على الهواء. اي حد كمان حابب يتواصل معانا او يكلمنا على التليفون هنبقى معاكم، واي سؤال هيجاوب لكم عليه استاذ محمد. بشكركم جدا على فقرتكم وعلى المعلومات الجميله ديت، وان شاء الله نكون مع بعض الحلقه الجايه ان شاء الله باذن الله. ودلوقتي تعالوا نطلع فاصل سريع ونرجع نكمل باقي حلقتنا.